هم الحبوب يغيرون على مراكز الشرطة هنا وهناك مثل الفيران، يهاجمون سكنة آمنة غافلة، لأننا نحن لسنا في حالة حرب حتى نشدد الحراسة على مخازننا وعلى معسكراتنا. نحن بين أهلنا وفي أمان وسلام، وليبيا تنعم بالسلام. استغلوا هذا السلام وهذا الأمان وهذه النعمة التي فيها ليبيا، وغاروا على بعض المعسكرات وبعض المراكز، وحرقوا الملفات التي فيها جرائمهم، هاجموا المحاكم التي فيها ملفاتهم ومراكز الشرطة التي فيها التحقيق معهم على جرائمهم. لكن ليس لهم ذنب، الشبان ليس لهم ذنب ابدا، هم صغار السن 16 سنة 17 18، احيانا يقلدون ما يجري في تونس وما يجري في مصر، وهذا شيء عادي. واحيانا يسمعون ان في مدينة ما في ليبيا تم شبان سطوا على 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 محكمة، يقولوا هم حتى احنا نمشي نصوا على المحكمة اللي عندنا، تقليد. قالوا خلاص حصل سلاح، حتى احنا ليش ما حصل سلاح؟ لكن هناك مجموعة قليلة مريضة مندسة في المدن تعطي الحبوب وأحيانا حتى النقود لهؤلاء الشبان الصغار اليافعين، وتزج بهم في هذه المعارك الجانبية. الذين قتلوا هم من الشرطة والجنود ومن هؤلاء الشبان، وليس من الذين يحركونهم. هم قاعدين في بيوتهم أو قاعدين في الخارج يتمتعون بالأمان وبالراحة والمتعة، هم وأولادهم، ويحركوا أولادكم ويعطوهم الحبوب، وعدوا جيبوا سلاح، غيروا، احرقوا يا أبطال.